شكل هذه الرسائل. فده مهم. ما يهمني ان انا اسال الاولاد ايه قيمه الصدق، ايه قيمه الاحترام، ايه قيمه احترام الاخر، اعرف رده ايه وبيفكر في الموضوع ازاي. لكن ممكن رده يكون كمان مش معبر عن سلوكه، يهمني اراقب سلوكه والتغير اللي بيحصل فيه. ففي وسائل للتقييم، وسائل التقييم دي مفروض انها تطبق بعد فتره من بدء البرنامج. عاده بتطبق بشكل افضل لو هنستخدم في نفس المجموعه بيس لاين، يعني نقيم المجموعه في بدايه المشروع ونرجع لنفس المجموعه تاني بعد انتهاء المشروع. لكن بالتاكيد اي مشروع لازم يكون له وسائل متابعه ووسائل تقييم. وسائل المتابعه بتبقى عباره عن تقارير تقدم لمصر الخير وتقدم للوزاره عن حجم الاولاد اللي قدرنا نوصل لهم، عن الورش اللي اتعملت، عن الفعاليات اللي اتنفذت، موثقه بالصور، بالماده التدريبيه وهكذا. انا شايفه انه مكان بناء الشخصيه هو المدرسه، وانه لازم يبقى في تعاون اكتر في المدارس مع الطلبه، يقوم يقدر المدرسين والاخصائيين الاجتماعيين هم اللي يقولوا لنا التغير السلوكي شكله ايه على الطلب. النوادي ومراكز الشباب ايضا اماكن تجمع مهمه، مؤسسات الرعايه اماكن تجمع مهمه. فالحقيقه احنا محتاجين ان احنا نتواجد مع الشباب ونفعل اكتر وننشر تقارير عن المتابعه وعن التقييم والوثائق.